מערת המכפלה, יום שישי, 24 בצהריים, ברוך השם, יש כאן גשמי ברכה, כבר כמה שעות. כמו שאנחנו רואים, منطقة صحن الحرم الإبراهيمي طارق، المحكمة الإسرائيلية والمتهم الأوقاف الإسلامية والتهمة التقصير في إجراءات الصيانة والترميم، ومحامي الدفاع يصرخ وحده هذا مجاف للحقيقة. طلبنا جولة بعد هذا الفيلم، زرنا الحرم الإبراهيمي ليلة برفقة الدفاع المدني والبلدية والإعمار وشركة كهرباء الخليل أو كهرباء الخليل والأوقاف، وكانت يعني كمية الأمطار شديدة جدا، كان الأمطار غزيرا، ودخلنا في منطقة صحن ما كان أثر، يعني يوجد المياه تنساب إلى المزاريب للمصارب بشكل انسياب وبشكل طبيعي. لا، هذا أول شيء دعني أقول أن هذا الفيديو هو منذ عدة سنوات وليس حديثا، وهذا لا يرتبط نهائيا في موضوع ترميم الحرم، بل هو إضافة. هم يريدون سقف الحرم وسقف الصحن داخل الحرم، المنطقة التي الآن يمارسون طقوسهم التلمودية بها. وطبعا هناك رفض من قبل الجانب الفلسطيني، وزارة الأوقاف، لجنة إعمار الخليل، بأنه لا يمكن إجراء تعديل أو إضافة على هذا الصرح التاريخي الشامخ الذي يمتد عمره إلى ما يزيد عن 2000 عام. كيل الاتهامات للأوقاف بالتقصير إصدار جديد في سلسلة فرض السيادة التي تشير إلى أن الاحتلال لم يترك سنتيمترا واحدا داخل أو خارج أو في محيط الحرم إلا وأخضعه. الإعاقات الإسرائيلية للعمل في داخل الحرم الإبراهيمي لا توصف. عندما يطلب من العامل الفلسطيني، عامل لجنة إعمار الخليل، بأن يفرغ كيس الإسمنت أو كيس الرمل أمام البوابة وعادة تعبئته من أجل فحصه إذا كان في مفك أو ما شابه، عندما يكون الأمر يقتضي التنسيق لإدخال أبسط المعدات سواء كان مجراد أو مفك أو ما شابه، فلك أن تتخيل هذه الصعوبات. الحرم الإبراهيمي الذي لا يقبل القسمة أصلا قسم بادئ الأمر على 62% من مساحته استولى عليها المستوطنون بقرار مما سميت بلجنة شمجار التي شكلت عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994. هناك مخطط أن محيط الحرم في كل جوانبه يكون لهم تواجد للمستوطنين فيه، اللي هي إبعاد الصفة الدينية الإسلامية عنها ووضع صبغة بصبغة تلمودية. ويمكن هذا المخطط اللي هم ساعيين له، الجانب الغربي من الحرم الإبراهيمي يكون لهم أكثر من نقطة تواجد فيه. تقسيم الحرم رغم مأساويته لم يكن النهاية. العام الماضي بدت النوايا أوضح حين تجمع آلاف المستوطنين في الحرم خلال أعيادهم، ولما وضعوا شمعدانا على سطحه لأول مرة في التاريخ. كان مطلب يعني واضح لهم أن القسم الذي نستطيع الوصول إليه يعني يضل مع المسلمين، والقسم الثاني تصير صلاحيتهم كاملة عليه. وهذا يعني من البرنامج اللي أنا بعتقد الاحتلال ماشي فيه بخطة ممنهجة بكل إجراءاته. يسعى الاحتلال بكل ما أوتي من قوة للإخلال بالوضع التاريخي للحرم، فلم يكتفي بتقسيمه وسرقة أكثر من نصف مساحته، بل يسعى لصبغه بالصبغة الدينية تمهيدا لسيطرة كاملة عليه. من مدينة الخليل، حمزة الحطاب، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفاء.